اهلا بكم. اذا لابرز ما تناولته الصحافه اليوم، ارحب بضيفي عبر الهاتف الصحفي والاعلامي محمد العزعزي. مرحبا بك استاذ محمد. مرحبا بك. ذكرت الصحافه اليوم ان اكثر من 1800 حاله انتهاك مارستها ميليشيا الحوثي الارهابيه بحق مناوئها، تعليقك على استمرار الانتهاكات التي تمارس هذه الميليشيا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للانتهاكات حقوق الصحفيين، حرية الصحافة في اليمن هي تقريبا ثلاثية الأبعاد ما بين الحوثيين وبعض المحسوبين على حكومة الشرعية وجهات أخرى، يعني تأخذ بالنسب قليلة تقريبا 1%. بالنسبة لانتهاكات الحوثيين يمكن تكون 65% وحكومة الشرعية 5%، وجهات أخرى 1% لجهات غير معروفة زي القاعدة وداعش وآخره، و4% جهات غير معلومة. هذه بالنسبة لانتهاكات حقوق الصحفيين في اليمن. طيب أستاذ محمد، أين تقف منظمات المجتمع الدولي من هذه الانتهاكات التي ربما لا نسمع عنها سوى بيانات سرعان ما تتلاشى وتنتهي وتضمحل؟ طيب، بالنسبة لموقع المنظمة الدولية، البعض يتابع الحقوق، سواء حقوق عامة أو حقوق صحفيين بشكل خاص أو حقوق حرية الصحافة، لكن للأمانة المنظمة الدولية لا تهتم بشكل كبير ومباشر بهذه الأشياء. إلا ما ندر، المنظمة الدولية تركز على النازحين، تركز على حركة السكان، تركز على الغذاء، تركز على الصحة، الأطفال، النساء، لكن ما يخص انتهاك حقوق الصحفيين فهي نادرة تقريبا. ليس ربما الانتهاكات هنا لم تتحدث عن الصحفيين فقط، وإنما حتى عسكريين أو مناوئين لها، وآخرها أيضا اعتقال معظم قيادات المؤتمر الشعبي العام بعد حدث الثاني من ديسمبر. سؤال مرة أخرى لو سمحت. أقصد أن الانتهاكات تعددت أنواعها، لم تقتصر على فئة الصحفيين فقط حسب ما ذكرت التقارير، بل تعدت إلى عسكريين أو أي شخص مناوئ لها، أو أيضا قيادات المؤتمر أو الأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح وغيرها من الأحزاب الأخرى. طيب، بالنسبة للانتهاكات، ما يخص عز تقريبا الانتهاكات ممكن تكون قليلة جدا بحكم وعي المجتمع وطبيعة المجتمع. هناك في حالات، يعني في بعض الحالات المرصودة لنا كناشط ميدان، مثل زويدر السوائي، أحمد شوقي أحمد، صلاح الجندي، هذا تعرضوا لحالة انتهاك بحقوق الإنسان في تعز. ما عدا ذلك، هناك في حملة تحريض، في مصادرة ونهب للأدوات الصحفيين، وهذه موجودة لكنها تقريبا بتعز تكون أقل من أي مكان آخر. تقريبا في صنعاء، في الحديدة، في إب، الانتهاكات حقوق الإنسان هي تقريبا بتكون أكبر. وخاصة ما بين الحوثيين كطرف والصحفيين كطرف آخر، البعض منهم محايد. طيب أستاذ محمد، وزارة حقوق الإنسان فيما يسمى بحكومة الشرعية، أين تقف من هذه الجرائم وهذه الانتهاكات، ولماذا لا تقوم بتحريك هذه الملفات عبر مختلف المحافل الدولية؟ تمام. بالنسبة لحكومة الشرعية، هو الشعب اليمني يعول على حكومة الشرعية بأن تقف إلى جانب حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، لكن ميدانياً الحكومة مقصرة نوعا ما برغم الجهود الكبيرة اللي تبذلها. ونحتاج الصحفيين بشكل عاجل، يحتاجوا إلى تحريك بعض الملفات فيما يخص الانتهاكات الفاضحة للصحفيين في الجمهورية اليمنية بشكل عام. طيب، أنا أقصد دور أيضا وزارة حقوق الإنسان التابعة لما يسمى بحكم الشرعية، لماذا تقف مكتوف الأيدي حتى الآن ولم تقم بتحريك هذه الملفات أمام مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية؟ بالنسبة لموقف الحكومة، ولماذا لا تحرك وزارة حقوق الإنسان بالتحديد؟ طبعا نحن نقول أن الحكومة الشرعية لا زالت في البداية من عمرها 3 سنوات، يكاد لا يذكر بعمر الحكومات أو بعمر الشعوب. الحكومة لا أستطيع أن أجزم أنها حركت أو لم تحرك قضايا ساخنة فيما يخص الصحفيين، لكن نقول إن شاء الله الأيام القادمة ربما يكون ضعف
وزارة الإعلام في الخارج هي السبب الرئيسي لأنها لم تحرك القضايا الشائكة فيما يخص الصحافة والصحفيين في الداخل اليمني. نعم. طيب التناقض القائم الآن ما بين منظمة المجتمع المدني واليونيسيف وغيرها التي تصدر بيانات بين الحين والآخر حول انتهاكات هي التي تعرض لها في ظل التنديد من الأمم المتحدة فقط تقتصر على هذا الجانب، هل تعتقد في قادم الأيام ستقف هذه المنظمات الدولية يعني مكتوفة الأيدي أم سيكون لها تأثير في المحافل الدولية لوقف هذه الميليشيا عند حدها؟ طيب بالنسبة للحكومة أنها لحد الآن لم تحرك ساكنا، فهذا أنا أعتقد أنه الضعف أو حالة الوهن اللي تمر فيها الحكومة، وبالذات أنه وزارة الإعلام بالذات أنها غير مستقرة من حيث الوزراء ومن حيث الكادر، وخاصة أنها تمارس مهامها من الخارج. هذا ما يخص الحكومة الشرعية. لماذا لا تقف الحكومة أو لماذا لا تحرك قضايا على مستوى المجتمع الدولي؟ يبدو أنه في عجز أو في ضعف. منظمة المجتمع المدني في الداخل هي تحاول جاهدة أنها ترصد حالة الانتهاكات، وتقريبا رصدت 300 حالة انتهاك لحقوق الصحفيين وحرية الصحافة. نعم. رصدت برضو انتهاكات للناشطين. منظمة المجتمع المدني ما يخص المنظمات فهي تقريبا فاعلة، والبعض منها مسيسة، لا يخدم إلا أطراف معينة بحد ذاتهم، ولا يستطيع أن يحرك القضايا الجمعية لكل فئات المجتمع أو نعم. لكل التيارات الموجودة في الداخل اليمني. نعم. أرجو أن تبقى معي، أنتقل إلى الصحفي والإعلامي أيضا عبد الرحمن الجعفري عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن. أهلا وسهلا فيك. أعد وأطرح عليك يا أستاذ عبد الرحمن السؤال نفسه، انتهاكات تفوق العقل ومنطق تمارسها ميليشيا الحوثي في ظل أيضا صمت مخزي من قبل الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن والأمم المتحدة، تعليقك. أنا بالنسبة لي أنا أرى أن الانتهاكات هي حاصلة من طرفي الصراع. هذه بمصداقية إذا كنا نريد نؤدي رسالة إعلامية صحيحة. نعم. هذا أولا. نعم. الجانب الآخر التقصير الحادث بالنسبة لتقييد الانتهاكات أو تسجيلها أو متابعتها، فهذه أعتقد أنه الحكومة مقصرة بشكل قوي جدا. نعم. ورب هناك من يبرر للحكومة بأن الأوضاع العسكرية والإشكاليات الأخرى وجودها في الخارج أيضا يعطيها المبرر بأنه هناك قضايا متناثرة لا تستطيع متابعتها ومن هذا القبيل، ولكن يقولها بكل صدق الحكومة تتحمل المسؤولية الأكبر بقضية متابعة انتهاكات حقوق الإعلاميين والصحفيين. نعم. بشكل عام. طيب أستاذ عبد الرحمن، ربما التقارير التي ذكرت أن هذه الانتهاكات لم تقتصر على صحفيين فحسب، بل ربما عسكريين وسياسيين، وكان آخرها أيضا يعني محاكم إعدام حتى سيطرت على السلطة القضائية. هل تعتقد أن هذه الأحكام وأمثالها يعني لها معيار محدد في القانون الدستوري اليمني، أم أنها تعتبر باطلة جملة وتفصيلا؟ بالنسبة للانتهاكات العامة، انتهاكات العامة هناك انتهاكات عامة حاصلة في على مستوى المسرح اليمني، كان من طرف الحوثيين أو من طرف القوى الشرعية. نعم. يجب علينا أنه إذا أردنا نوصل إلى حقيقة معينة ونبتعد عن قضية الترفي عن هذا وهذا. نعم. فأنا أقول أنه الانتهاكات اللي حاصلة من 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 طرف الحوثيين فهي كبيرة جدا، كان بالنسبة للإعلاميين أو للجوانب المدنية أو للأفراد، ولكن بالجانب الشرعي أيضا هناك انتهاكات لا حصر لها بالمقابل. نعم. كان بالنسبة للإعلاميين أو بالنسبة للمدنيين، وللأسف الشديد أن المنظمات الحقوقية الموجودة الآن هي مسيئة أكثر ما هي في خدمة المجتمع أو في خدمة الحقوق العامة للناس، وهذا اللي حاصل. نعم. طيب ما الذي يمكن إجراءه أو عمله للحد من استمرار هذه الانتهاكات؟ هل هنالك شيء ممكن تفضل هل هنالك شيء ممكن تقوم به المجتمع اليمني؟ هل وصلنا الى يعني امكانيه الحد من هذه الانتهاكات، ام انها ستستمر والضحيه في الاول والاخير والشعب في ظل الصراع القائم؟ في ظل الصراع القائم اذا لم تجد قوى مدنيه فعليه حقيقيه تقوم بعمليه الرصد للانتهاكات بشكل محايد، نعم، اعتقد انه الاستمرار للانتهاكات بتظل قائمه من طرفي الصراع اليمن، وما فيش داعي نحدد من هم طرفي الصراع، طرفي الصراع معروفين من هم الآن. نعم. المفترض أن تكون هناك قوى مدنية فاعلة في الساحة اليمنية
تؤدي ايش عمليه الرصد الحقيقي والبعيد عن العمل السياسي. العمل السياسي اثر في عمليه الرصد. يعني انا بسجل اللي هو ايلين، لكن اللي على اللي ضدي لا ما مش رايح اسجله. طيب هل لديكم ارقام معينه لحجم الانتهاكات، رقم معين او رصدته اي نوع؟ انا بالنسبه لي ممكن اقول انه 2250 كان حتى بدايه العام الحالي انتهاكات الحوثيين. نعم انتهاكات الحوثيين. ناتي الى الانتهاكات الاخرى في الشرعيه. الشرعيه فيها انتهاكات كمان بس مش بالحد الاكبر اللي وصل في الجانب الاخر اللي هو الحوثيين. نعم يعني هناك قضايا كثيره ايضا حصلت انتهاكات للاخوان الصحفيين والاعلاميين بشكل عام، ولكن للاسف كما قلت انه التقييد او رصد القضايا في غالبها يحولوها الى انه قضيه الحوثي هو ارتكب الفعل. نعم وهذا مش صح، لان انا اساند في الحاله هذه اساند طرف يرتكب اخطاء بحق المجتمع وبحق الاعلاميين وبغطي عليه وهذا مش صحيح. طيب ارجو ان تبقى ايضا معي. اعود اليك يا استاذ محمد العزعزي، هنالك انكسارات متواليه لهذه الميليشيا في مختلف الجبهات طبعا، اذا على ماذا يستمر هذا الرهان؟ وما هو يعني التجاوب الشعبي مع سقوط معظم الجبهات بيد القوات الحكوميه وحراس الجمهوريه؟ بالنسبه لموقف من الجبهات تقريبا لا يستطيع احد ان يجزم ما يدور في ساحة المعارك، لكن هو عبارة عن تسريبات ربما تكون صحيحة وغير صحيحة. كيف يفكر الحوثي أو كيف تفكر الشرعية؟ الشعب اليمني يقول للأمانة كله موجوع من جميع الأطراف. نعم الحرب الدائرة في اليمن. نعم. أما ما يدور في الجبهات بشكل دقيق فهي تعتمد على وسائل الإعلام لكلا الطرفين، وهي تقريبا مضللة للشعب اليمني، لأننا لم نجد معلومة صحيحة من وسط الميدان. كل ما نجده عبارة عن الإعلام الحربي، والإعلام الحربي مضلل للشعب اليمني. هذه باختصار شديد معلومات ميدانية صادقة حقيقية محايدة لا يستطيع أحد أن يحصل عليها في الجبهة. طيب أستاذ محمد، أنت كيف تقيم الإعلام المناوئ لهذه الميليشيا؟ هل هنالك تقصير وأمام أيضا هو التوجه الغير مسبوق لهذه الجماعة التي كل يوم نسمع عن فتح إذاعة جديدة وعشرات الصحف الآن ربما مسكرة بالنسبة للصحف الأخرى، بينما حصرت نفسها على إذاعات وقنوات يعني تلمع وجهها القبيح؟ طيب بالنسبة لي نقول أنه ما يخص انه في عشرات الصحف مغلقه، هذا صحيح اما لاسباب فنيه عدم وجود تمويل او للاغلاق القصري لانها تخالف بعض التوجهات سواء كانت حوثيه او غير حوثيه. نقول ان الصحافه المقروءه بدات تتراجع في اليمن بشكل مخيف. المجتمع تقريبا يركز على 70% 80% على وسائل الاتصال اللي هي الواتس والفيسبوك. نعم. وتويتر ووسائل اخرى انستغرام وغيره، لكن الصحافه المقروءه في تراجع مخيف، وسوق المبيعات او سوق القوه الشرائيه في الداخل اليمني اصبح ضعيف جدا، وربما انه في تالي الايام انه يصبح موقف الصحافه المقروءه محرج لانه الناس. طيب استاذ محمد. نعم. والفضائيات أنت أيضا كصحفي وإعلامي، ألا يوجد لديك أيضا أمل في وجود خلال الأيام مشروع وطني لوقف الحرب ووقف هذه الميليشيا أو الانتهاء منها أو عمل أي حل أو يعني للشعب اليمني وإخراجه من هذا المأزق؟ طيب موجود طبعا، احنا عايشين على الأمر، وربما وإن شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون المستقبل أفضل ما نحن فيه، خاصة أن الشعب اليمني لا يتحمل المزيد من التجويع والتركيع والخوف والحرب. ونقول انه نهايه اي حرب في الدنيا كلها من السابق والحال والحاضر ان مصير اي حرب هو الجلوس الى طاوله الحوار لجميع الاطراف والخروج بحل سياسي ورؤيه سياسيه لكل ما هو موجود في اليمن، سواء كانوا سواء كانت رسمية أو غير رسمية من كلا الطرفين. أقول أنه مثلا الحوثيين والشرعية يجب على طرفي الصراع أو طرفي الحرب أن يجلسوا إلى طاولة الحوار ونخرج من هذه الكارثة التي حصلت على الشعب اليمني. الشعب بطبيعته فقير لا يتحمل المزيد من
التجويع والتركيع والإخفاءات والقصر إلى هرب. الأمل لا زال موجود، ونقول إنه ربما السياسيين يصلوا في تالي الأيام إلى وفاق يخرج اليمن من هذه الكارثة التي وصلت إليها. طيب أستاذ محمد، أمام هذا التحدي في حال استمرت المعارك واستمر الحرب، ما برأيك ما الذي سيترتب من مآسي للشعب اليمني في حال بعد في خصوصا بعد تدشين العام الرابع من هذه الحرب؟ دخول العام الرابع في الحرب اليمنية والتحالف ودخول تاريخ اليمنية في اليمن، هذه طبعا تزيد من آلام الشعب اليمني، يكون الشعب اليمني فقير أصلا. لا، الشعب اليمني هذا يعني أكبر ما يمتلكه من مخزون معرفي وثقافي هو اعتماده على خالقه واعتماده على ذاته تحديدا. نعم. الشعب اليمني تقريبا من الشعوب العالم الوحيد الذي حصلت 4 سنوات حرب ولم نجد نازحين إلى خارج الوطن، لا زالوا معظمهم في الداخل اليمني، وهذا طبعا وهذا تقريبا لأنه كل دول الجوار مغلقة للحدود. نعم. أمامهم البحر، إما البحر أو الصحراء، وبالتالي الشعب اليمني هو شعب عظيم بكل المقاييس، يتحمل كل الويلات، وهناك آلاف الشهداء، هناك مئات الآلاف تقريبا بيكونوا ضحايا. نعم. الصراع الداخل أو الحرب القائمة بين طرفي النزاع في اليمن. نتمنى يرجع ذو أرباب الحكمة والعقل إلى رشدهم، وأن يجنبوا اليمن المزيد من الحرب والدمار. ونقول أن اليمن تضررت من صعدة إلى عدن، من المهرة إلى الحديدة، البنيات التحتية تقريبا شبه مدمرة، الصحافة أكثر الجهات أو الأكثر تضررا في هذه الحرب. نعم، أعود إليك أستاذ عبد الرحمن، أين تقف النخب اليمنية؟ ربما عبر التاريخ ما وصلت اليمن إلى ما وصلت إليه، كانت هنالك مراجع سواء مرجعية دينية أو قبلية أو عسكرية، أين تقف هذه النخب؟ أين انتهت؟ أين ذهبت؟ هي لم تذهب، هي الآن أكثر حضورا تقريبا في الساحة اليمنية هي المكونات القديمة. نعم. المكونات التقليدية لمركبها القبلي والديني، وأيضا حتى ما يسمى ماذا أقول أنا، يمكن المطبوعة العسكرية التي لا زالت مرتبطة بالمكون الديني والمكون القبلي، يعني مش العسكرية الوطنية، لا، العسكرية المرتبطة بهذا الفئات. نعم. هناك من يتحدث بأنه نحن قادمين على المستقبل، هناك آمال كبيرة، وندعو إلى الحوار والعودة إلى الدولة. يا أخواني، الدولة لا يمكن تبنى على أساس الركام اللي خلفوا الآن من 2000 إلى 2015. نعم. عندنا إشكاليات توسعت، المشكلة اليمنية توسعت، المستقبل بيكون ماذا أقول يعني مظلم. نعم. لماذا مظلم؟ لأنه ما دار من خلال من 2015 حتى الآن تكونت جيوش، تكونت لدينا مجموعات لا تعمل للوطن. نعم. هكذا بكل صراحة. نعم. أقولها إنه المجموعات الإيرانية والمجموعات السعودية القطرية الإماراتية هي لا تخدم اليمن على الإطلاق في ظل الوضع الحالي. يجب أن نتحد عن النفاق، نتحد عن الآمال الكاذبة والزائفة، يجب أن نبحث عن حلول لقضايانا صحيحة. نقول المخطي أنت مخطي، لكن في الحالة هذه الوضع أنت تعرف أنه نقول هكذا بالمفتوح 420 ألف جندي. نعم. يخروا الآن موجودين في جبهة مارك، هذا يقال في جبهة مارك، في تعز 45 ألف كلها مأخوذة بالجانب الحزبي. طيب استاذ عبد الرحمن، ما الذي يمنع من الحسم؟ يعني هل اذا وصلنا الى طريق مسدود انه لابد من الحسم العسكري امام هذا التحدي وانقاذ الشعب واعاده مؤسسات الدوله، ما الذي يمنع؟ لماذا كل هذا التاخير؟ نحن في العام الرابع. الحسم انا استبعده تماما. نعم. لان تبدأ الحروب لا يمكن في يوم من الايام يسعوا الى تحرير بلد. اذا كنا هنا في فعل عشنا الحصار المتفق عليه ما بين الطرفين، حصار الخارج وحصار الداخل. نعم. ثلاث سنوات من الآلام والمعاناة الناس كانت يعيشوها، شباب كثير سقطت على الجبهات، وهناك عمل تجاري خياني، الكل يعرف الكلام هذا. نعم. يعني طالما التجارة الآن حاصلة في البلد، الناس عايشين على أزمات الحروب. ابحث لي عن مكون سياسي أو ديني أو جماعات تؤمن بأن الوطن هو القضية. طيب سعد عبد الرحمن، رسالة ربما الوقت يزاحمنا، رسالة توجهها
يعني كأمل لأبناء الشعب اليمني ولمن تبقى من أصحاب النخوة، أصحاب من يحملون مشروع وطني هم وطني؟ لا شك أن الرجال موجودين وسواء من كل المكونات، يعني لا نريد أن ننكر لأحد. ما هي الرسالة توجهها أنت لإنقاذ البلد؟ لأنه كلما استمرت الحرب والحصار كلما زادت مآسي الشعب اليمني وهو الضحية. نحن نتمنى شيء واحد، هو عودة الدولة أو عودة رأس الدولة ومكوناتها إلى الداخل، هذه واحدة. الجانب الآخر الذي نأمله تغيير الحكومة بحكومة ديمقراط، يأتوا بهم من الخارج مشتتين، يعيدوهم إلى حكومة جديدة. الحكومة هذه فاشلة، حكومة خيانات، حكومة فنادق. لا يمكن تصح البلد، هذه بمصداقية نقولها كذا. أما إصلاح بالفاسد بالحميد والقونة ما صعب، يعني بلاش. أنا ما بقامش حد، ما بابيعش بلدي كمان لصالح مكون سياسي ولا جماعات ولا كلام فاضي. لديك أمل، لديك أمل في إخراج البلد من هذا المأزق يعني في قارب في قادم الأيام وفي قادم الشهور إن صح التعبير؟ الخارج هو يشارك في مأساتنا، هو يرسم لمصالحه القادمة بالمستقبل، وهو يبحث عن من عن المجموعات اللي ممكن تعمل لصالح الخارج لصالحه. أما لصالح الداخلي ما أعتقدش إنه في لا قوة خارجية إقليمية ولا داخلية الآن تعمل لصالح اليمن. يجب أن نكون صادقين، إذا يبحثوا على عودة البلد إلى مسارها الصحيح عليهم تشكيل حكومة من التروقرات تجمعهم من الشتات الخارجي، يأتوا بهم يقول لهم تفضلوا اشتغلوا وهكذا بهدوء، هم يديروا العمل السياسي ويديروا العمل العسكري ويديروا يعني المهم البلد ممكن تترتب، لكن بغيرهم ما اعتقدش انه. وصلت الرسالة. أشكرك الأستاذ عبد الرحمن القعفري الكاتب والصحفي والإعلامي، كنت معي عبر الهاتف. أعود وأختتم معك أستاذ محمد العزعزي، رسالة توجهها أنت أيضا لأبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج ولمن تبقى من قوى وطنية تعمل لأجل المواطن الوطن. طيب، أهم رسالة يمكن واحد يوجهها هي تحية إجلال وإكبار الشعب اليمني الصامد والصابر على كل ما وقع به أيا كان، فهو الإنسان اليمني يعنينا بشكل كامل، ولا ننظر إلى دينه ومذهبه ولونه وعرضه، وإنما نوجه التحية لهذا الشعب العظيم. الرسالة الثانية نوجهها إلى الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي بأن يعود إلى عدن لكي يمارس مهامه، ويشعر المواطن اليمني بأن السيادة أصبحت مكتملة وأنه موجود بين شعبه. الرسالة نوجهها للسياسيين والحزب السياسية أن يلتفوا حول بعض وأن يغلب مصلحة الشعب اليمني على مصالحهم الشخصية. الرسالة الرابعة نوجهها إلى الدول الشقيقة والإقليمية أن يقفوا إلى جانب الشعب اليمني. كفانا حرب، يعني كفانا حرب، كفانا إلى جانب الحكومة حتى يستقيم الحال. كما نوجه رسالة لليمن اليوم، شكرا على هذه المشاركة، والشكر والتحية والإكبار لشعبنا العظيم. أشكرك الأستاذ والصحفي والإعلامي محمد العزيزي، كنت أيضا معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أختتم مشاهدينا الكرام هذه الحلقة بأبرز ما تناولته الصحافة من رسوم كاريكاتير. إلى اللقاء.